the hills. بعيدة جدا عن المرمى، تسديدة قوية من مسافة بعيدة، لكن بدون دقة، بدون تركيز، بدون أي خطورة. أشرف حكيمي، فابيان، نيمار، احتفاظ بالكرة بشكل ممتاز، بناء للهجمة بهدوء، فرصة متاحة للتسجيل. ريكاردو كاكا، رونالدو، كرة بشكل جميل، لن يهدأ لهم حال، لن يهدأ لهم بال حتى يعودوا، التعادل يأتي. نشوف الهدف من جديد، لاحظوا كيف كانت القوة، مجهود كبير في هذه التسديدة، هدف جميل لا يمكن أن تلوم حارس المرمى. هدف التعادل إذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان، والنتيجة الآن هدفين لكل فريق. سامي الجابر بمروءة تقدم بالكرة، أوهو، لا يتراجعون، لا يكتفون، يبحثون عن المزيد، هدف آخر يوسعون به الفارق في ظرف دقائق بسيطة، لم ينتهي الاحتفال الأول إلا باحتفال ثاني. تأخر البي اس جي في النتيجة. تدخل ممتاز هنا، سامي الجابر، فرصة الواحد على واحد الآن، خطورة مستمرة، أوهو، الكرة في المرمى، الله على الهدف، هدف تعزيز التقدم، تقدم مستحق هنا بفارق هدفين. شوف الإعادة من جديد، انظر إلى هذه الصاروخية، لا تصد ولا ترد. بالتأكيد ليس لمتعتها حد، انظر وشاهد، وضع كل قوته في هذه التسديدة. فابيان، ثلث ساعة فقط تفصل عن نهاية المباراة، كرة بينية عالية، يبحث عن الفرصة، يسترد الكرة في منطقته، الكرة مع كلوزا، ينطلق يتقدم، هذه فرصة هدف، ما زالت الكرة خطيرة، يا لعيب، هدف للنصر العالمي. نشوف الكرة من جديد ونتابع التحركات، شوف التمركز، انظر إلى حارس المرمى، ما كان في مجال، الكرة كانت من مسافة قريبة. تقدم كبير بخمسة أهداف لهدفين، تتكلم عن سبعة أهداف شاهدناها حتى اللحظة. نونو مينديز، توقع جيد في قطع الكرة. الآن بدأ العد العكسي، تتكلم عن تسع دقائق فقط على الصافرة. بيمر فيها بعديه، وكرة في المرمى. نشوف إعادة للهدف مرة أخرى، ما كان في مساندة، اعتمد على نفسه، على مهاراته، على إمكانياته، توغل في المساحات، هدف يسأل عنه الدفاع، كيف يتركوه يقوم بكل هذا؟ خطورة لبرناردو سيلفا، حلو الكرة، حلو التنفيذ،
شوف كيف ركنها الكرة، عدت مرت اللقطة الماضية كان قريب من المرمى. ليونيل ميسي دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع. ليو ميسي كرة هدف لميسي، وهذه هي الصافرة في هذا أحداث اللقاء. النصر ينجح في تحقيق الانتصار، فوز رائع تحقق اليوم، الأداء الجيد تحول لنتيجة كبيرة في الملعب، وهذا هو النجاح المثالي في عالم كرة القدم.
Show them here. Thank you.